مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وحلقة خاصة من برنامجكم الوطني كفاءات أردنية. في كل حلقة نختار لكم الأميز والأفضل يتميز ضيفي بذوقه الرفيع. في بدايته بسيطة وانطلاقته بدأت بخطوة واثقة على طريق النجاح. رحبوا معي في ضيفي الأكثر تميزا في هذه الحلقة السيد حسين الخزاعلة صاحب سوبر ماركت اتش ان اتش. أهلا وسهلا فيك سيد حسين. أهلا وسهلا عبر شاشة برنامج كفاءات أردنية. ضيفتونا أنتم. أهلا وسهلا. في البداية نعرف السادة المشاهدين أكثر من هو حسين الخزاعلة وكيف بدأت مسيرة نشأة حياته. أنا سكان الرمثة أصلا. وانتقلت لعمان من 15 سنة. نعم. وأخذنا محل سوبر ماركت اتش ان اتش أم أذينة. جميل. وانتقلت من عند أم أذينة لعبدون. جميل. استاذ حسين كيف تشوف إقبال الزبائن على سوبر ماركت اتش ان اتش؟ سوبر ماركت اتش ان اتش معروف يعني بالإبداع الأجنبية. جميل. الشوكولاتات الإيطالي الفرنسي الأمريكي. نخب أول. نخب أول نعم. والزباين هون بعبدون يعني مشهورين معروفين اللي شو بضاعتهم واكثرها اجانب عندنا. جميل جدا. نعم. اكيد استاذ حسين مؤسسه اتش ان سوبر ماركت ومؤسسه اتش ان اتش تخدم جميع الزبائن. نعم. بما فيها من وجود. نعرف ساده المشاهدين اكثر عن الاشياء الموجوده في السوبر ماركت. كل انواع احتياجاتهم بشكل عام. كل انواع السوبر ماركت موجوده عندي. نعم. ولا اي شيء منقص من السوبر ماركت. نعم. حتى الخضره. نعم. نعم جميل. والمجمدات والاسماك والدجاج كله متوفر. نعم. شو بدك تحكي بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك؟ ايش تحكي للساده المشاهدين بمناسبه شهر رمضان المبارك؟ نعم. للساده المشاهدين والله شهر مبارك على الجميع. والله يخلي لنا سيدنا ابو حسين وظلوا فوق روسنا وهالبلد ان شاء الله بتعمر بوجوده ان شاء الله. استاذ حسين انت نشف من نشام هذا الوطن وشهاده نعتز ونفتخر فيها. لو قدر لك والتقيت بقائد البلاد سيدنا. نعم. جلاله الملك عبد الله شو كنك تحكي له وتوجه له رساله؟ انا بنقول لسيدنا كل عام وهو بألف خير. نعم. والمئويه هاي ان شاء الله للالف لقدام وان شاء الله بيظل فوق روسنا واحنا محميين براسه ان شاء الله. ان شاء الله أبداً. اكيد اعزائي المشاهدين من سوبر ماركت اتش ان اتش بعبدون في عبدون في عند ورد بصرة لصاحب السيد حسين الخزاعله. اكيد ارقام هواتفها راح تظهر على الشاشه وايضا موقعها. في نهايه اللقاء اعزائي المشاهدين نود ان نتقدم في جزيل الشكر والعرفان للسيد حسين الخزاعله صاحب سوبر ماركت اتش ان اتش على وجوده معنا عبر شاشه برنامج كفاءات اردنيه. بنحكي لك كل الاحترام لك استاذ ويعطيك الف عافيه ونورنا عبر الشاشه. كل الشكر لكم وجهودكم مباركة وما قصرتوا وكل الكادر تبعكم مشكور وكل الشكر والعرفان لكم. يعطيك ألف عافية. يا هلا.